السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. جامعة سلطان قابوس تحصل على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع. افتتاح معرض علامة فارقة للفنون التشكيلية. المديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الشرقية تنظم برنامج جلوب البيئي. أهلا بكم. حصلت جامعة السلطان قابوس على براءة اختراع جديدة من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، وتعد براءة الاختراع الجديدة هي التاسعة للجامعة، والتي تتمثل في هيكل ثلاثي الإلكترود لإزالة الأيونات في تحلية المياه المالحة، وهو من بين أبحاث كرسي النانو في تحلية المياه الممول من مجلس البحث العلمي، بهدف تعزيز القدرات الإبداعية للطلاب المجيدين في الفنون التشكيلية. افتتح بمبنى وزارة التربية والتعليم معرض علامة فارقة للفنون التشكيلية. المعرض الذي نظمته المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية جسد في لوحاته الفنية إبداعات المواهب الطلابية في مجال الفن والرسم والتلوين. علامة فارقة، عنوان تجسد في هذا الاختلاف الذي يمثله هؤلاء المجيدون في الفنون التشكيلية وهم في هذه المرحلة من العمر. المعرض جدا أبهرني بمستوى هو عالي جدا بالنسبة لأطفال ما بين عمر 12 إلى 19. هو مستوى جدا عالي، واللوحات جدا جميلة، والتوازن في الأعمال الفنية، التوازن في الظل والنور. حفل تدشين المعرض تضمن قصائد شعرية للطلبة المجيدين، حيث يأتي هذا المعرض ضمن برنامج رعاية المجيدين بمحافظة شمال الشرقية. هذا التكريم يعد فخرا لنا ولوطننا ويحفزنا على إبداعنا. شاركت بقصيدة شعرية عن الإجادات وسررت كثيرا بحضور هذا المعرض الفني. تمازج الألوان والتفنن في استخدام الظل تميزت به هذه اللوحات الفنية التي أبدعتها هذه الأنامل الذهبية. قمت باستعمال عدة أساليب فيها اللوحة، أول أسلوب فيها هي التظليل وموازنة الظل والنور، في اللوحة. كذلك قد قمت باستعمال خاصية المربعات فهي ساعدتني على المحافظة بالقياسات في اللوحة. شاركت في المعرض من خلال لوحة تتحدث عن الطبيعة الصامتة التي كانت فيها مسافات بينية متنوعة في الألوان، سواء في الظل الغامق والفاتح والرمادي وما إلى ذلك، وأيضا قساوة الزجاج وطراوة التفاح. الطبيعة الصامتة والإحساس بالجمال في الطبيعة واستخدام فن الرسم بالظل والانعكاس تحدثت به هذه اللوحات الفنية في هذا المعرض. إذن هنا تمحورت الأفكار الفنية لتخرج لنا بهذه اللوحات المعبرة عن مخيلة هؤلاء المبدعين. أحمد بن محمد المعمري، مسقط. تحت شعار علماء عمان الصغار نظم في ولاية الكامل والوافي برنامج جلوب البيئي العالمي الذي أقامته المديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الشرقية ضمن الملتقى الطلابي السادس. البرنامج يعد أحد البرامج العلمية العالمية التي تهدف إلى تحسين الوعي البيئي وتوظيف البحث العلمي من أجل إفادة البيئة. إنتاج جيل من الطلبة العلماء في مجال البيئة يهتم بإعداد البحوث والدراسات العلمية. أهم سمات الملتقى الطلابي السادس لبرنامج جلوب البيئي العالمي بمحافظة جنوب الشرقية، حيث شاركت مدارس التعليم الأساسي سعود بن عزان والرفعة والحسن البصري والكامل من محافظة جنوب الشرقية في هذا البرنامج لصقل مواهب الطلبة بمجموعة من حلقات العمل وتبادل الخبرات وإنتاج البحوث العلمية. طبعا برنامج دولي فيه مشاركات دولية ومربوط بوكالة ناسا، فيتم فيه أخذ قياسات من قبل الطلاب وتخزينها في موقع خاص، ومن ثم يتم استخدام هذه البيانات، فتكون هذه البيانات محفوظة في هذا الموقع. وطبعا الطلاب هم من يقومون بأخذ البيانات من البيئة في الأربع بروتوكولات،
وثم يتم تخزينها في الموقع. معرض جلوب البيئي الذي أقيم في هذا الملتقى استهدف طلبة التعليم العام في جميع المراحل، واعتمد في عروضه على تطبيقات التعلم بالاستقصاء من خلال تنفيذ الطلاب لمجموعة من القياسات البيئية بطريقة علمية مقننة وفق المعايير العالمية لتعليم العلوم. نقوم بدراسة درجة حرارة التربة والبي اتش، سواء كانت تربة طينية أم تربة رملية صالحة للزراعة أم لا أم للبناء. برنامج جلوب أهميات كثيرة. أول شيء أنه يقوم بالربط بالبيئة من خلال الملاحظات التي تقوم بواسطة البروتوكولات. الشيء الثاني إثراء لحصيل المعرفية الثقافية للطالب. ثالث شيء الاطلاع على البيانات والمعلومات التي تجمع من حول العالم ومقارنتها بالمعلومات المحلية. الجدير بالذكر أن السلطنة حققت المركزين الأول والثالث هذا العام في ملتقى الأبحاث ضمن برنامج جلوب العالمي، مما يعزز الابتكار العلمي وإذكاء روح التنافسية بين الطلاب في مختلف العلوم. يوسف بن علي البلوشي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية. والثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية، تتابعونا فيها بعد قليل. ثم التنقيب عن أنياب الماموث تجتاح شمال روسيا. بحضراتكم من جديد. نظم نادي مرباط حفل ختام مسابقة الأندية للإبداع الشبابي لعام 2016-2017 لتكريم الفائزين وأعضاء اللجنة الشبابية. رعى الحفل صاحب السمو السيد مهنا بن أسعد بن طارق السعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها نادي مرباط الرياضي كحاضن للعديد من الأنشطة والفعاليات، أقيم بمقر النادي الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي 2016-2017 ومسابقة حفظ القرآن الكريم. صراحة هذه المسابقات كانت مسابقة قوية، والثاني حاجة أن أنا شاركت في مسابقة الشطرنج في المركز الثاني. صراحة هذه المشاركة قوية، ويعني أهم حاجة تحفيز الآخرين عشان يشاركوا، يعني ينمي ثقافتهم. الشطرنج هي الحين يحتاج لها تفكير وتنمية عشان كيف إنش تقضي على الفريق الثاني وكذا. تضمن الحفل الختامي على العديد من الفقرات بدءا بكلمة اللجنة الرئيسة لمسابقة الإبداع الشبابي، ثم ألقيت قصيدة. مسابقة الإبداع الشبابي هذه السنة كانت فعلا اسم على مسمى، وشارك فيها أغلب المبدعين الشباب، وهذه السنة حاولنا أن نغطي أغلب ولايات المحافظة، والحمد لله بل كل ولايات المحافظة شاركوا معنا، والحمد لله وصلنا إلى مراكز جيدة على مستوى المحافظة وعلى مستوى السلطنة. كذلك اللجنة الرئيسة لمسابقة حفظ القرآن الكريم كانت لها كلمة في هذه الأمسية. ولله الحمد المسابقة جاءت على ثلاثة مستويات، مستوى 10 أجزاء من القرآن، والمستوى الثاني 5 أجزاء من القرآن، والمستوى الثالث جزء عامة، وشارك كثير من الفئات العمرية المختلفة ومن مختلف الولايات أيضا. المتسابقين ما شاء الله يعني مجيدين وتفاعل في هذه المسابقة، وسمعنا فيها تلاوات جميلة وأداء رائع جدا، ونسأل الله أن يتقبل هذا الجهد الكريم. كما تخلل برنامج الحفل بعض الفنون العمانية. في الختام قام راعي المناسبة بتكريم الجهات المتعاونة واللجان المشاركة وتكريم الفائزين في مسابقتي الإبداع الشبابي وحفظ القرآن الكريم. يواصل نادي مرباط نشاطه الفعال في الجانب الاجتماعي والثقافي، وذلك من خلال الحفل الختامي لتكريم الفائزين في مسابقتي الإبداع الشبابي
وحفظ القرآن الكريم. حسين جعبوب من داخل المسرح الرئيسي بمقر النادي ولاية مرباط. إيمانا بدور الرياضة ونتائجها الإيجابية على الصحة العامة، نظم معهد العلوم الصحية يوما مفتوحا بمنتزه القرم الطبيعي لممارسة رياضة المشي لمختلف فئات المجتمع والطواقم الطبية بالسلطنة. مواصلة لمساعي وزارة الصحة وبتفعيل النشاط البدني للطواقم الطبية، أقام معهد العلوم الصحية اليوم المفتوح والذي ركز على رياضة المشي بحديقة القرم الطبيعية، إيمانا منه بدور الرياضة ونتائجها الإيجابية. النشاط البدني له أهمية على الصحة العامة للإنسان في كافة مجالات الحياة، وبالتالي نحن ندعو الجميع على أساس أنهم يمارسوا النشاط البدني سواء كان المشي أو الجري أو لعب ألعاب أخرى، يمارسوها بشكل يومي على الأقل ولو كان 3 مرات يعني في الأسبوع. فعالية اليوم هي من نشر التوعية والتثقيف، ومن خلال الفعالية هذه راح ننمي ونغرس في أبنائنا الطلبة العمل التطوعي، كذلك نشر الوعي الصحي والثقافة الصحية لدى المجتمع بشكل عام. الرسالة الصحية لكي تصل للمجتمع بالشكل الصحيح تبدأ بتطبيقها من الجهة المعنية أولا، لتكون القدوة بنشر ثقافة الرياضة والأنشطة البدنية. هذا التجمع يعني يوضح للمجتمع أهمية الصحة وكيف الواحد لازم يحافظ على الصحة خصوصا بعد سن 40، ونتمنى من الجميع اللي حضروا اليوم يستفيدوا من هذا التجمع الطيب، وإن شاء الله نطلع بفائدة طيبة. فعالية اليوم المفتوح شاركت فيها عدة جهات سعت لإبراز الجانب الصحي من ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، كما تخلل الفعالية معرض توعوي للهيئة العامة للدفاع المدني. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. أصبح عاج حيوان الماموث المنقرض سلعة رائجة يسعى للحصول عليها صانع الحلى والمجوهرات في إقليم ياقوتيا بأقصى شمال روسيا، حيث بقايا الماموث في الأراضي الجليدية التي تحول التنقيب تحول التنقيب عن أنيابه إلى مصدر رزق أساسي للكثير من السكان المحليين. هنا في إقليم ياقوتيا بأقصى شمال روسيا قبعت بقايا حيوانات الماموث دون إزعاج لآلاف السنين في هذه الأراضي الجليدية قبل أن يتغير الوضع في السنوات الأخيرة، حيث تحول التنقيب عن أنياب ذلك الحيوان المنقرض إلى مصدر رزق أساسي للكثير من السكان المحليين. فعاج الماموث أصبح سلعة رائجة يسعى للحصول عليها صانع الحلي والمجوهرات خصوصا في آسيا، حيث يتم الترويج لتلك البقايا باعتبارها بديلا أخلاقيا للعاج المأخوذ من أنياب الفيلة. وبعد أن كانت ياقوتيا تشتهر بكونها أرضا خصبة للتنقيب عن الذهب والماس، تعرف الآن بأنها مصدر 90% من المعروض العالمي لعاج الماموث. وبعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد من العاج عالي الجودة إلى 430 دولارا، تسعى الآن السلطات المحلية إلى الاستفادة من هذه الصناعة عبر فرض ضرائب على جميع أنياب الماموث تماثل تلك التي تجمع من المنقبين عن المواد الأخرى المستخرجة من الأرض. نائب وزير الصناعة في الإقليم نيكيتا شيبيلوف: سنصدر التراخيص لهم باعتبارنا السلطات المحلية، لكن الضرائب ستذهب إلى الميزانية الاتحادية للدولة الروسية. الماموث حيوان وبري شبيه بالفيل، وظهر لأول مرة في سيبيريا قبل 700,000 عام، وتوسع بعد ذلك إلى المناطق الشمالية من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. ولا يزال الجدل دائرا بشأن ما إذا كان سبب انقراضه منذ 4,000 عام هو ارتفاع درجة حرارة الجو أو صيده الجائر على أيدي البشر. في إطار حملة لزيادة الوعي بشأن عواقب إلقاء المخلفات، صنعت منظمة مهتمة بالبيئة هيكلا من البلاستيك لحوت نافق ووضعته على شاطئ البحر ببلدة نايك جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا.
هيكل من البلاستيك لحوت نافق صنعته منظمة مهتمة بالبيئة في إطار حملة لزيادة الوعي بشأن عواقب إلقاء المخلفات لا سيما البلاستيك في المحيط الهادئ وعلى الشاطئ. الهيكل الذي يبلغ طوله 15 مترا وعرضه مترين شيده الناشطون في جماعة السلام الأخضر جرين بيس من مخلفات البلاستيك ووضعوه على شاطئ البحر في بلدة نايك جنوبي العاصمة الفلبينية مانيلا. الناشطون أحاطوا الهيكل أيضا ب60 كيلوغراما من الزجاجات والأكواب والأكياس البلاستيكية وغيرها من المخلفات التي تستخدم لمرة واحدة وجمعت من المنطقة المحيطة. الناشطة في الحملة أبيجيل أغويلار: عندما يرى الناس هذا الهيكل سيدركون أن التلوث الناتج عن مخلفات البلاستيك مشكلة كبيرة ويجب القيام بشيء ما في الوقت الراهن، وأنه حتى الأفراد يمكنهم المساهمة بأشياء بسيطة لجعل الوضع أفضل. وذكر تقرير صدر في عام 2015 ونشرته مجلة ساينس العلمية أن الفلبين تأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين وإندونيسيا بين الدول التي تلقي أكبر قدر من المخلفات البلاستيكية في المحيط. قبل ختام هذه النشرة مشاهدينا إعادة لأبرز العناوين. جامعة سلطان قابوس تحصل على براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع. افتتاح معرض علامة فارقة للفنون التشكيلية. المديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الشرقية تنظم برنامج جلوب البي. من قناة عمان الثقافية مشاهدينا الكرام قدمنا لحضراتكم أخبار الثقافة. تقبلوا تحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.